الله يخليك قومي قلي بيض ترى ميت من الجوع. مو قلت لك ما عندي طاوة والجدر ما أخذه خلف. زين شاي وخبز. أقول لك الجدر ما أخذه خلف. شنو علاقة الجدر بالشاي؟ الجدر هو نطبخ بيه ونقلي بيه ونسوي بيه شاي. هو جدر يا ست البيت. يبوه. هي همزين فروشي هنايا من قومي عيني. قومي فرغي لي هذا الجدر وغسلي وجيبي. بيش فرغه ما عندي غير بس هذا الجدر. بكيس نايلون علم يراد له. ها وانت جايب لنا؟ جا خير من الله. شنو؟ شلون برياني؟ ايدك من كثرت ايدك. بجيراننا وزعوا برياني اجيت اول واحد وقفت بسرعه وحطش الجدر. بس شوفي شلون حبايه بس ما شاء الله. جزر بزاليه لوز كمشيش وبيض كين مسلوقه حصلت وياه. خوش دقه ناوشني الطبخ يلا. يلا على السريع. صار صار صار. ولك يا شاي انا اريدك توقف لي اليوم يومك هنا تبين الاخوه. ها ايه لازم البيض لك والبرياني انه مو تحترمك وياه جاب طار التوزيع. هات عيني. ها عشتيني هذا الجزر خويا فروسي الزلم مواقف واريدك توقف هنا بهذا الموقف. شو تريد؟ تعطي الجدر وتروح بنشاط وحيوية وإذا تكون بسرة واقف هو الواحد ولازم جزرك بيدك وما تقول هم أنا دزك أبد. شنو؟ زين عيني البيض حاطي جوا الميز أنت سوي نفسك ما تدري مثل العثرت مد إيدك وخمط اللي يطلع ميدك انعم الله حط الجبن وتعال خلاص. هو وين يعرف الجيران وين يندلهم أنت تندل حتى مكان البيض المسلوق روح أنت يا أخو خايتي. ولد عباس ما سويته كررت العملية ولكن انطردت قامت الواحد يستلم مرتين حردت حاولت جيتهم بألف طريق لبست مناظر غيرت صوتي. زين 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 أنا أروح بس عندي شرط. شنو؟ من أرجع نتريق هسا نتناقش بهذا الموضوع. أرجع بالسلامة حبيبي أرجع بالسلامة. يلا فدوة أروح لك فدوة أروح لك وين الله ويطول إن شاء الله. زوري عمري حبيبتي قول أنا لازم أعيد حسابات الميزانية. صخام ردود نزل النفط ياهو جاب طار السخام أنا قلت نفط ها وليت ميزانية البيت من راح يجيب لنا جذر راح يصير عندنا كمية زين. البيض المسلوق أقترح يصير للريوق طبعا. البرياني نعزل التمن على صفحة والحشو على صفحة. التمن نتغدى فيه الحشو نتعشى فيه نطلع بس لحظة بعد ما كملت طلعي لي اللوز والكمشي شاي عصريات نقعد نكرز نسلس براحتنا. الجزر والبزالية تضمين تسوي نقلادة اللي تلوانه حلوة أخضر صدق كذب حلو تريدني أقعد هيك أفلس وأعزل وش صار؟ أكل مال شهر ما يراد نتعب عليه لو إلا نايمين ويجينا لك فاتحين حلوقنا مو حرام الله ما يقبل لازم تتعبين يا جوري. لازم أتعب وكل وقت ناكل حباية تمن. أقول صار عندك كمية من الفطارية هاي جديدة ما أدري منين. سمع عندي مقترح الجدر الثاني إذا جابه فروسي إيه؟ ليش ما ودي البيت أخوي عادل أبيع عليه حتى لو جوا السوق. عزل عزاري تبيع على بيت أخوك سادي يلا ها هاي نصخم ما قبله ينطوني ما أدري جدر فارغ يدور ويد قدام المنداز يتان الله ما قبله ينطوني. ليش؟ قالوا هذا الجدر مسلمين بي. شنو داقينا حاسبة؟ يا حاسبة العالم كله تركب وراي تقول هذا الجدر مال خلف هذا الجدر مال خلف هذا الجدر مال خلف هذا الجدر مال خلف. إذا جدر نعرف بالمنطقة وهاي كارثة ايش حنسوي؟ اشتري جدر صعوة لازم أفكر بطريقة أخرى نصبغة نصبغة الجدر؟ اي ومنين لك بوية؟ هل سدد فروسي روح جيب لنا ربع قل له بس نستخدم منه شوية ورجع لك إياه نصبغ بيه الجدر. يلا حبيبي يلا عيوني يلا أبوي نصبغ الجدر؟ اي فقر سخونة هالوجه هذا البيت أنا بعد ما طبله لأنه فقر يا فقر. فروسي فروسي الظاهر مو الجدر راد له صبغ اخوش راد له صبغ لان طاح صبغه